الخير لجميع متابعين طقس العرب، أهلا بكم في نشرة جوية جديدة للحديث عن التغيرات الكبيرة في الأجواء المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة. طبعا نهار الأربعاء اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل أكبر من اليومين السابقين، راح توصل إن شاء الله خلال الساعات القادمة خاصة مع ساعة العصر ما يقارب 27 أو 28 درجة مئوية في العاصمة عمان، فبالتالي بنحكي عن درجات حرارة أعلى من معدلاتها بما يقارب 10 درجات مئوية. حاليا طبعا هناك كتلة هوائية دافئة هي المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة، ستتقابل مع كتلة هوائية باردة قادمة عبر البحر الأبيض المتوسط، مما سيعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة مع ساعات مساء الأربعاء وليلة الأربعاء وصباح الخميس. هذه الحالة تكون شاملة لأجزاء واسعة من بلاد الشام والمملكة، حيث يرافقها بإذن الله هطول أمطار رعدية في أغلب المناطق. من الأمور الهامة الحديث عن الأحوال الجوية المتوقعة اعتبارا من ظهر الأربعاء وحتى ظهر الخميس هو التغير الكبير في مسار درجات الحرارة كما نلاحظ. فلو لاحظنا الآن مع ساعات ظهر الأربعاء الحرارة تقريبا 25 درجة مئوية في العاصمة عمان مع أجواء غائمة جزئيا، عموما خلال ساعات العصر ومن بعد العصر تزداد نسبة الغبار في الأجواء نتيجة لهبوب رياح جنوبية شرقية، بالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة حيث قد تسجل مع ساعات العصر ما يقارب 27 درجة مئوية. اعتبارا من ساعات المساء والليل كما نشاهد تزداد فرص تساقط الأمطار الرعدية في أغلب مناطق المملكة، تبدأ الفرصة تقريبا في ساعات ما قبل منتصف الليل لكن تشتد بشكل كبير خاصة مع ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس وفجر الخميس. طبعا كما نشاهد الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة صباحا من يوم الخميس تشهد بإذن الله هطول أمطار رعدية غزيرة في أجزاء واسعة من المملكة، لكن حتى ساعات تقريبا الظهر ومن بعد الظهر تبدأ الأجواء بالاستقرار التدريجي. لو نلاحظ أيضا درجات الحرارة متوقعة مع ساعات عصر الأربعاء تقريبا 27 درجة مئوية، في حين تكون مع ساعات صباح وظهر الخميس ما يقارب 11 درجة مئوية فقط، نتحدث عن فارق يزيد عن 15 درجة مئوية في أقل من 24 ساعة. أيضا من الأمور الهامة نستعرض سريعا الأجواء المتوقعة ابتداء من ظهر الأربعاء، أجواء غائمة جزئيا في أغلب المناطق، تشتد سرعة الرياح بشكل تدريجي خلال الساعات القليلة القادمة مع ساعات العصر بحيث تزداد نسبة الغبار في الأجواء، تتحول الأجواء إلى مغبرة في العديد من المناطق، نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بالأخص في الطرق الصحراوية الجنوبية والشرقية. خلال ساعات مساء الأربعاء تغطي سماء المملكة كميات كبيرة من السحب الرعدية، تزداد فرص تساقط الأمطار الرعدية بإذن الله تعالى في أجزاء واسعة من المملكة، كما ذكرنا تبلغ حالة عدم الاستقرار الجوي ذروتها مع ساعات فجر وصباح الخميس، كميات كبيرة من السحب تغطي سماء المملكة هطول أمطار رعدية غزيرة في أغلب المناطق. يعني نتحدث أيضا مع ساعات الدوام من يوم الخميس، ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس أثناء التوجه إلى العمل وإلى المدارس مع ساعات صباح الخميس تتراجع الفاعلية الجوية، طبعا سنرى عفوا الأمطار الغزيرة مع ساعات صباح الخميس كما ذكرنا. ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي هي خلال ساعات فجر وصباح الخميس في أغلب مناطق المملكة. طبعا مع ساعات الظهيرة والعصر تتراجع نوعا ما الفاعلية الجوية وتتركز في المنطقة الشرقية من المملكة، حيث تحول الأجواء اعتبارا من ساعات الظهر والعصر لتصبح غائمة جزئيا لكن مع بقائها باردة في أغلب المناطق. الحالة عدم الاستقرار الجوي رغم يعني سرعة مدة تأثيرها يعني تقريبا تقتصر على 12 ساعة، لكن هناك حقيقة مجموعة من التحذيرات الهامة. نتحدث عن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية كنتيجة للغبار خلال ساعات عصر الأربعاء، أيضا نتحدث عن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة كثافة الهطول الأمطار المتوقعة خاصة مع ساعات فجر وصباح الخميس. ربما من الأمور الهامة التي يجب التحذير منها هو خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويشمل التحذير مناطق هامة مثل مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، هذه المناطق جميعها معرضة لأن تشهد تساقط غزير للأمطار مع ساعات فجر وصباح الخميس. أيضا هناك من الأمور الهامة هي وجود عواصف رعدية قوية متوقعة مع ساعات فجر وصباح الخميس، هذه العواصف الرعدية يعني ستضرب أجزاء واسعة من المملكة ويرافقها ربما رياح هابطة تعمل على هبوب عواصف رملية محلية بالإضافة إلى زخات برد كثيفة. هذا كان آخر ما لدينا، تابعونا خلال التحديثات القادمة للحديث بتفصيل أكبر عن حالة عدم الاستقرار الجوي. كان معكم أسامة الطريفي، إلى اللقاء.